تشير التقديرات إلى أن أكثر من 85% من ضحايا الحرب في اليمن من المدنيين، وتتصدر فئتا النساء والأطفال النسبة الأكبر من بين الضحايا. في الليلة الأخيرة لرمضان الماضي انضمت هذه الأسرة إلى قائمة المنكوبين في تعز في ظروف قسرية وقاهرة، ونتيجة لحالة القصف العشوائي للأحياء السكنية من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع، قررت هذه الأسرة النزوح عن منزلهم البسيط بوادي غراب غرب المدينة. القذائف عشوائي الصراحة، من الدفاع كان عشوائي، ما تدريش أي بأي بيت، كنت تقول إن اقتحى المنطقة كلها ماتة، بس الحمد لله ما حصل جرحى، ما حصلش يعني موت أكثر شيء. الحرب مرة هناك نزحوا كل السكان والقذائف والرصاص عشوائية. خرجنا يوم العيد بالنفس، يعني اللي خرجنا هنا لا الحوثيين حلقوا على البيوت كذا بالعاني، يعني على المنطقة اقتحموا بعض بيوت، يعني بعض البيوت اقتحموا هنا من ضمن ودخلوا بيوت ولا داخلت هنا، ومن ضمن بيتنا بعض برضو اقتحموا، يعني اقتحموا يعتبر اقتحموا، دخلوا الحوش، وذا كانوا بيدخلوا الحوش علشان يعني اللخي. احنا هربنا بينفس، احنا يعني قلنا احنا بنات بك يعني نفس ما تعرفوا، يعني من الباب ذا خرجنا اظن الصباح. القذائف والرصاص اللي ضربوا لها خلاص معنا قسم البيت، يعني اهم شيء انه ارواحنا، ما قريب احنا ش حاجه ولا اخواني ولا الحمد لله، بس هو الفقائع اللي افتقعنا اللي قال احنا الفقائع، وهربنا وصلنا عند واحده لبرباشه. ساعات عصيبه عاشها اهالي منطقه وادي غراب، سيما سكان المنفذ، حيث كان القصف عنيفا ومستمرا، وضع دفع بعشرات الأسر للنزوح القسري نجاة بحياتهم عند الساعات الأولى ليوم العيد. أذان الصباح، يعني شوف أمت كبيرات كانوا هن يصلوا بمسجد، بس وقفوا مسجد الدمين، يقولوا مسجد الدمين ومسجد العنصوة وقفوا، ممنوع كانوا يصلوا، صلوا بهم حوثيين، هم كانوا يصلوا هناك، إحنا هربنا ذيك الساعة ساعة الصلاة، هربوا بحنا لأن كثير هربين. جات قذيفة للغرفة المجلسة، هي بيتنا شعبي مكون من غرفتين مطبخ حمام، قدم شروخ من أول من الصواريخ، وحيانا نحط الرصاص، وذا الرصاص دائما القذائف والرصاص يعني بس بسيطة، بس المرة الأخيرة كذا 28 رمضان حصل لها قذيفة، السقف حقه فلت وأحرق بعض الأشياء، لا يوم العيد بالنفس، يعني يوم العيد بالنفس كذا أذان الصباح خرجنا من نزحنا هربنا لعند واحدة معروفة، أنا جلست أنا وأمي بالضبوعة، وهذين جلسوا في وادي القاضي عند يعني معارف كذا يقربوا لحنا من بعيد. يعني إحنا لما أجا مرة أخي قال لحنا هربوا، يعني هربوا بإحنا نهرب، يعني لأن الحوثيين يقتحموا المنازل، بعدين قالوا لحنا هربوا لأن المقاومة كجذر بيتنا، يعني مثل المقاومة هنا وحوثيين هنا مع باقي لنا شوية، ايوه يعني مثله دائره وهم بركن البيت، وفي شجر متخبين ورا الشجر هذوك، علشان كذا هربوا بحنا من ورا البيت، هربنا ومشينا وادي، هو في هناك اوديه يعني به هنا وادي دومينا يقولوا له، وهو شارع 24 شارع 30 في كمان هنا خط في قسم، يعني هربنا من هذاك القسم مشينا بيقولوا احنا، وكان في هناك قبل ما ادري ايش يقولوا له، قبل قارع اللي يضرب الرصاص هذا اللي يضرب القناص، هربنا من وراء جبل في مقبرة هذيك الجبل، مشينا كله برجل إحنا يعني لا برباشة إحنا. كم هو مؤلم أن تضطر للنزوح من منزلك صباح يوم العيد، كان الوضع لا يطاق، وكانت المخاطر ومعها المخاوف تتسارع بشكل تضاءلت معه فرص النجاة. أنا فقعت ومريت، قالي زي الهبوط زي كده صفرار وهبوط، هذه كان يوم بالعص خلاص زي الدوخة، قالي كنت ولا اشتي شي أكا زي الرقود ولا حتى اشتي يقوم ولا شي، الفقائع لو الفقائع اللي حصلناها، بس اللي حصلنا الفقائع، ما الفقائع قليلة، القذائف لما تضربي ما تدريش إن أنا نكون كذا نشهر نكبر، ما ندري إن قذر البيت فوق البيت يعني لا ما حد يتعور، لأن إحنا كنا في الصالة، إحنا نجلس بالصالة لما نسمع الضرب، يعني جلسنا بالصالة لأنه لما نسمع ذاك الرصاص، لأنه الرصاص يجي للغرف لأنها طارفات، جلسنا بالصالة أقعد سبحان الله، يعني بقدرة الله الرصاصة تجي كذا، بس كله بقضاء وقدر،
يعني ضرب المجلس وحرق كذا. بعد الصايح احنا شفناه خافنا تحرق البيت كله، قمنا نطفي كذا، طفانا من بعد ما شفنا هذا الوضع شوية، طفانا الحرق يعني السفنج والفروشات. أنا وأمي أزيد شيء يعني، وهذا كان معها أنا، هذا كمان كان يصيح يفتقع أزيد الابن أنا. يعني الحالة النفسية يعني أنا مرة تعبت أزيد برمضان، أزيد شيء كمان رمضان كذا قال إحنا، بس ما كانش زي يوم العيد، رمضان كذا قال إحنا وهربنا ورجعنا، ما فيش بيت، كنا نقول لأختي تدور إحنا ما حصلناش بيت منطقة إن نروح به، هربنا بيت واحدة صاحبت إحنا يومين ورجعنا. يعني أنا رجعنا نقول شيء عيد ببوتنا، بس العياد الله لا يرحمهم ما خلوا إحنا العياد ولا نعيش، لا عشنا نحنا ولا قرأنا إحنا ولا حدا، اللي ماتوا واللي حيوا حيوا. إحنا زعلانين ذا حين خرجنا من بيوتنا، تشردنا إخواني لهنا الأمراض، بين حالة نفسية أخي والله ما كان زي في واحد زيه، الآن حالة نفسية ما تقول شو، لو شفته إما كان هذا اللي فقع اللي فقع منه والله لا رحمهم، هذا اللي فقع منه أقوله للمدرسة والله اللي شقول ما شقول شو هذاك أخي. قلنا هذاك المريض يلا للمريض من أوله، قالوا سنين، أما هذا لمي الآن اللي فقع منه الحالة النفسية اللي في به. كان الوضع عصيبا وقاهرا، ضغط نفسي رهيب منعهم من اصطحاب أي من أغراضهم المنزلية أو حتى متعلقاتهم الشخصية. إيش أخذنا يلا إحنا نأخذ نفوسنا، كانوا والله إحنا نمشي والرصاص ورانا، نشوف رصاص هن ممنوع من يخرج، يحسب رجال إنهم يلبسوا وقعوا ما يهربوا، يحسبوا إنهم يتبلطوا يهربوا، لأنهم كذا حصل بالمحوثيين هربوا بعض، إما كانوا أول ما دخلوا المقاومة لبسوا لبس النساء وهربوا، خلاص احنا من معنا خلاص اهم شيء روحنا، هربنا بروحنا كذا، ونقصنا الدعي لاخواني والله ما ليل ونهار ما نرقد. لم تقتصر معاناة الأسرة على النزوح، بل كان النزوح بداية لمعاناة أخرى تكالبت عليهم ظروف النزوح والفقر، اضطروا للسكن بسطح إحدى العمائر في وقت يبتعد فيه الناس عن السكن في الأدوار العلوية تجنبا للإصابة برصاص القناصة أو الرصاص الراجع. قبلنا نحن نسكن به هنا بالدور السابع، رغم انه شفت الدرجه كيف الظلام مظلمه، يعني الظلام مره يعني تعب علينا شفته، واحنا ما فيش معنا ضوء، معنا هذا الكشاف اللي تشوفوه والله في معنا ضح، ما نقدرش الان نشتي بس شفاط وضع عشان نكنس والماء، حتى الدباب ما فيش معنا دباب، يعني ايش اقول لك، يعني مره تعبانين. هذه مش شقه، هذا سقف، سقف زي الزنق وهو مصلح، مش هذه شقه، هذه يعني زنق على قولة راعي صاحب البيت بلكاش، لو انتم راضين قلنا له احنا راضين نسكن بيه علشان الحرب ما بنقدر، يعني شو نسكن بيه راضين، المطر هذا والمطر اللي يجي والمسموع، قلنا احنا راضين من المطر من كل شيء، ولا القذائف والرصاص ولا الفقائع، ليه الفقيعة لو مقربش احنا حاجة الفقيعة صح، كله بقضاء الله وقدر، بس الفقائع الفقائع زين. حالتنا صعبة يعني، احنا جالسين كل احنا مع بعض مع امي، امي ارمال يعني، امي اللي ربحنا واللي زوج احنا وشاف احنا حالتنا تعبانه، وهذا يعني زوجنا هذا، بس زوجي يشتغل ببطاط ما يقصرش يعني يساعد مع هذا، الان هو استاجر لامي هنا، اخذ امي لهنا. هنا في هذا السكن المؤقت تواجه الاسره شظف العيش، ظروف صعبه تصل حد الفاقه والعوز الشديد. ما فيش معنا وجبات، ولا في معنا لا غاز ولا فراشات ولا سامان، ولا معي حتى طاوة حق العجين اللي شاعقين في به، حتى الحمام أخذت للحمام يعني باردي، أخذت من جارنا اللي يعبي لي ماء، شاف الدباب الزيت معي ثنتين بس، قال ليش، قلت له بس لو معك تنكذا علشان إيش بخلوه للحمام، الآن شوفوا كيف ما حدا داري بحنا ولا دا حدا داري بوضع إحنا للآن، مش أقول لك ما فيش حدا داري بوضع إحنا للآن، ما نكلم من أناشد من يعني نحكي لي من الصباح، والله ما اصطبحنا لأنه ما فيش معانا، لأنني دفعت بعت المحبس حقي وجبت الإيجار والدلالة، جبت 2000 والله، عادوا للآن يتصل بي يقول لي شو الدلالة، بس والله ما في معي، أنني أستمهل منه حتى راعي البيت يعني اللي هو أجر علينا، لأنه وكيل يشتي حتى دلالة يعني طلب مني، جبت له 1000 اللي كنا بنشتري به أمس عشاء، والله العظيم إنه كان في خبز أكنه في الليل، والصبح ما اصطبحناش، للظهر اشترينا شوية رز وبطاط كذا وتغدينا على لحد الآن كذا، اشتي أشوف دكان لزوجي لأنه ما شقدش يطلع هنا، أشاله ب5000 كذا ب7000 قلت لهم، قالوا لا يعني أقل شيء 10، الآن هو موقف يعني محتار، قال له شوفوا له دكان هنا ما يعني 20000 ما شقدش،
يعني أو كل شهر بعشرين ألف إحنا نشتمل يساعد معنا. أنا يهم الآن الإيجار، يعني أكثر همي إنه من يساعد إحنا بدفع الإيجار. إحنا نناشد من يساعد إحنا، نكلم ما عاد إحنا ما نعرف أحدا ولا نعرف بهذه المنطقة أحدا، يعني علشان نكلمهم يساعدوا يقبلوا إحنا علشان الأكل والشرب، يساعدوا إحنا بفراشات، يساعدوا إحنا بالإيجار بأي شيء، بأي شيء اللي يستطيع بأي شيء. يعيش مئات الآلاف من اليمنيين ظروفا مشابهة لظروف هذه الأسرة، ويحتاجون لمساعدات عاجلة، يشعر معها المنكوبون أنهم فعلا ليسوا وحدهم بوجه الظروف القاهرة.